دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. جزاك الله خير. شباب فيما يخص الاستعاذة ما يشترط أن الواحد يستعيذ حتى لو كمل رفيجك القرآن. الاستعاذة تكون إذا انشغل الإنسان بغير القرآن. فإحنا كلنا منشغلين بالقرآن فأول ما يخلص رفيجك اقرأ الآية على طول بدون استعاذة. قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فيصل قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله أصطفاك وطهرك واصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. جزاك الله خير. يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فواز. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى. اسمه إن الله يبشرك بكلمة على طول مو يبشرك إن الله يبشرك بكلمة يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. جزاك الله خير. أبو خالد لأنها طويلة ويقراها. طيب صح. ورسولا إلى بني إسرائيل الحين نبدأ ورسولا
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سرور فيما خص الهمزات. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أنت تقول مؤمنين. أيوة. إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. جزاك الله خير. فاتقوا الله وأطيعون على طول. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الله خير. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسل. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. جزاك الله خير.
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي
وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا دوري الحين معك الحين اتفاهم معك الحين دبج بفقع وجهي بقلد لك حاجه اقول له شو هذا في اهداء لك خاص من عندي اذا ما في مانع اي تفضل الله يسعدك يا رب كل انواع الريح موجوده عندنا عند رايش كذا يصح نصفي المسجد لا ما يصلح يا اخي الحق يا اخي تعبان اي هذه كلمتي تكفى ابتسم اي تكفى ابتسم لا والله ما عندي طيب اقولها يلا جو ادك شوف ادك شادي مر 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 تقول لا اله الا الله يا ساتر ايش الحراره هذا حراره الايمان من قرا قران والله صراحه مشتهي والله سبايسي من يده ها اي والله شنو اندومي؟ لا لا خل خل الاسبوع الجاي احمد انا معي احمد الاسبوع الجاي والله الطبخانه لا هذه خوي انا وياك فاهمين ترى جبار 30 زبد بس دقيقه ايش رايك تسوي لنا تشيكن؟ تشيكن شنو؟ تشيكن فيليه ما يقدر يقول اسمه افا خلاص انت منظم على شنو؟ اسحبوا علي اقول لهم قالوا ايش خلطنا انت حاطين منظم صدقت نفسك سنعنا منظم الاسبوع الجاي يمكن يكون علي بختار كابتن النائب الله يجزاه خير يا اخي صدق غريب هالانسان ليه كل هذا شوق عشان الجود جود يا ترى انت عندك الجود ابتسم انا عندي اربعه يا اخوي عمر ومنى ماريا ماريا بعد خلاص يبا ولا تزعل خلاص نق خالد وعمر ياخذ الجود خلاص ريحتك من الحين اختار بينه انا هذه مخلي عيالي
ممكن أسألك سؤال غريب شوي؟ حبيبي إذا قدر الله إن شاء الله خلصنا هالبرنامج على خير. والله أنا جالس. إي والله إن شاء الله بعد العيد. عقب وقت مناسب. عاد يقول لك آخر. أقدر أجي الحين أشوفك أسلم عليك. دار يعني الشيب. وين بالبحرين؟ يعني بعد الشيب. لو تزوج يا رجع أنا ممنوع. اسمك ما يدخل البحرين ممنوع. ها بس فكرة ترى مرة صادوني في بس خالد ولد حمد مرة صادوني في الجسر صدق شنو صدق يدخل البحرين عشان يخالد قالوا السيارة مسروقة لا ولدك اجى شلون ثاني شيء تخي سيارتي قالوا مسروقة خالد عمر فهم خوال ابو البنت اي انت شو عندك راي شوف نصيحة خالد عمر عمر لا تقول سيدة يسمع الكلام عمر اللي يسمع الكلام عمر اللي خالد مشاكس يعني جود تمشي سيدة معنا ايه لا تحاتي والله مضبوط نفسه مشي مسكين تخيل تذكرتوني كله يبتسم وفي ميزة انه ضعيف انا بطل يا عمر يعني لو ما تعرف تطبخ عادي ما في مشكلة تذكرتوا ابو الجود بالاعتكاف في رمضان تعتكف صح؟ في الاعتكاف كان